دكتور. ناخد اتصال بعده الاستاذه شيماء من بني سويف. السلام عليكم. ايوه السلام اهلا يا ست عليكم يا استاذه شيماء. شيماء، اتفضلي. ايوه يا دكتور، لو سمحت عايز اتكلم يا دكتور. اتفضلي يا استاذه شيماء، الدكتور معاك. ايوه يا دكتور، ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله، امرك الحمد والشكر. انا يا دكتور كنت كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك في خنجه في ركبتي كده في ايه؟ ورجلي خانقه. بينشف. خان او ريك بينشف. ايوه، وقلت لي حلل، اعمل لي تحليل سكر. جميل. عملت تحليل السكر ديت اللي هو العشوائي طلع 94. كم؟ 94. 94 العشوائي. والصايم طلع 71. 71 الصايم. ايوه. عملتيه في معمل ولا في البيت؟ لا، عملته في الصيدليه. انا كنت عامله في معمل تحاليل، طلع قال لي ما عنديش. طيب، وعندك الخنقه وعندك نشفان الريق ما زال موجود. ايوه، ريجي بينشف على طول كده، ووجع في صدري كده في جنب قلبي كده. طيب، في حضرتك بول كتير ولا حاجه؟ عملت غدة درقية، جالي لا، بصمة عندي كده ما غدة قلتش كده، درقية. انا ما قلتش كده. في كميه بول كتير حضرتك بتتبولي، بتجيبي ميه كتير؟ لا 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 لا، عادي يعني. سنك كام سنه؟ عندي 27. 27 سنة. وزنك قد ايه؟ لو وزني 50. 50 كيلو. ايوه طيب فين وانا هجاوب حضرتك. هي بتقولي الخنقة، انا شايف الاعراض دي ممكن تكون اعراض نفسية اكتر منها حاجة تانية، فممكن تاخد حاجة اسمها كالم بام، حباية قبل النوم يوميا لمدة 15 يوم وتتصل بيا تاني.